واستحسنوا الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادي. أنس لونه ما كان بلحيته أمرض، وأنه أراد أحد لا يحرج همام بن المنبه. همام بن المنبه من الناس اللي لسن، فأراد أحد قريش أن يحرجه، فقال ماذا فعلت عجوزكم؟ يقصد حنش الصنعان. قالوا ما فعلت عجوزكم؟ خلاص فيه هو ما هو عرف قصد معين على الحنش. قالوا عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وعجوزكم حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.